لا حدود لأطماع الكوليرا في اليمن، تستمر في اجتياح المدن والقرى واحدة تلو الأخرى، تفتك بأجساد اليمنيين المدخنة بجروح الحرب وثنائية الجوع والمرض. هذه المرة تطل الكوليرا برأسها على اليمنيين في مديرية ميفع غرب محافظة حضرموت، عقب الكشف عن رصد 30 حالة اشتباه بالمرض، بينها 6 حالات مؤكدة الإصابة. طبعا الحالات التي سجلت لدينا حتى الآن من منطقة ميفع فقط أكثر من 30 عينة سحبت من المنطقة هذا، التي تم تأكيدها من هذه 30 عينة 6 حالات فقط اللي هي مؤكدة مخبريا كوليرا. وليس بغريب أن يظهر الوباء في مناطق كميفع المحاذية لمحافظة شبوة والتي سجل فيها المرض حضوره. أما المفاجأ فكان ضعف الاحترازات الوقائية والخدمات الصحية في المديرية الأفقر والمتصدرة لخارطة وزارة الصحة للمناطق الأشد عرضة للأوبئة بالمحافظة. الطاقم الطبي في ميفع يعني غير لائق صدق، والمشروع الذي لقوه عيادة صحية ما حد فيها مناوب، ما حد فيها أبدا مناوب. غياب المياه النظيفة قد يكون السبب الرئيس لظهور المرض، فتعطل مشروع مياه الشرب أجبر الأهالي على استخدام مياه البرك وبقايا السيول والأمطار في بطون الأودية حتى وإن لم تكن آمنة ونظيفة. حال ما تجي السيول تروح المواسير حق المشروع، تجي تسرق المنطقة بالكامل، ما فيش ماء، يشربوا من الماء حق الوادي، الماء حق الوادي هذا كله ملوث، اللي يجيب لك سيارة حق الصيد هذه يقصوها في الوادي، وناس منهم تحت يشربوا منه، يعني كلها ما قدر. بعد عندنا وسخ نستقي منه ونشرب منه، في سيارات يجون طرحون الصيد فوقنا وفوق، وناس يجون تغسلون واحنا نستقي منه، الخيبان معانا نصبن ويشربون منه، ونروح البيت يمرضون. ودفعت الخشية من توسع رقعة انتشار الوباء المنبعث من الماضي البعيد السلطات لإرسال فرق الاستجابة السريعة وإقامة مركز لمعالجة الإسهالات المائية الحادة في المديرية. رغم حالة الخوف التي تسبب بها الإعلان عن تمكن الكوليرا من تسجيل أول اختراق لمناطق الساحل، تبقى الآمال قائمة في أن تنجح جهود المكافحة في احتواء الموقف وعزل المرض لمنع انتقاله لمناطق أخرى. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.